يا زلمة احكي شو ما بدك، بس لا تسب انت. حاضر حاضر يا بغل. ليه هيك؟ يعني هلا انت شو بتختلف عن الناس التانيين اذا انت حكيت هيك؟ اه لاني عم شوفك مختلف مختلف، يعني ما قادر شوفك غير قديش جيني. يا والله بغل بغل، يعني من اب وام مختلفين بس من نفس الفصيلة. افهمتني والله، من الاول فهمني هيك. بس هلا انت شو بدك؟ هلا يعني نحن شو منفرق عن غيرنا؟ شو الاختلاف يعني؟ مين نحن ومين غيرنا؟ قصدك انا وانت؟ بقصد نحن كدولة، نحن مو دولة؟ مثل امريكا واسيا وغيره وغيراتهم، يعني خيو ايران، خد ايران مثلا، مانا يعني متطورين، شعبهم فهمان واعي، نحن كمان متطورين، بس فصيلة واحدة، أسماء مختلفة. فيك تفهمني ليش؟ السبب يا صديقي الغبي، إنه هنن عندهم مين يفكر ويخطط، تمام؟ وبيهمه بس يتقاعد يكون عنده شيء هيك يفتخر فيه بإنجازاته. وبيهمه كمان بس يمشي بالبلد يشوف فيه هيك تطور ينبسط فيه. هلا بدك تقنعني إنه نحن ما عندنا هيك عالم مثل هدول إنجازات؟ لا في، ومعباين كمان. طيب طالما فيهم معباين يعني ليش ما بنصير مثل هدول الإنجازات؟ أنا قلت لك في ومعباين، بس إنه يعني يستلموا شي مسؤولية لا ما بظن، صعبة شوي. أوف ليش بقى؟ لأنه هدول وقت بدهم يصدروا قرار بيكونوا كتير 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 دارسين كل احتمالات نجاحه أو فشله، بقى ما بيمشي الحال تيجي تحطهم بمحل يصدروا قرار وبعد يومين يتراجعوا عنه. هلأ فهمت عليك. وبالله شو فهمت؟ إنه يعني نحن وين في بيكون واحد هردبشت بنحطه عقيد. شفت إنه حتى لما أنت إجيت تترجم شو أنا فهمتك رجعت لي لأيام شامية. شو بدي بأيام شامية وأيام غربية؟ المهم هلأ صح ولا ما صح؟ إيه صح، صحتين وهنا، كول كول علبة.